مرحبا بكم جميعا في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم المسافر والمشارك في مهرجان فينيسيا 66. يشرفنا حضور مندوب وزارة الثقافة المصرية والمنتج المنفذ للفيلم، والممثلتان الجميلتان بسمة وسيرين عبد النور، والممثلين عمرو واكد وشريف رمزي، وبالطبع الممثل عمر الشريف، بالإضافة إلى مخرج الفيلم أحمد ماهر. بالطبع إنه فريق رائع سواء على المستوى الإنتاجي أو التمثيلي. بالنسبة للسادة الذين يريدون طرح أسئلة، يوجد بالقاعة الميكروفونات على جانبي الغرفة، ولكن قبل ذلك أريد أن أسمع بعض الكلمات من المخرج أحمد ماهر الذي يتحدث الإيطالية بطلاقة. ويجب أن أبرز وجود مدير التصوير الإيطالي ماركو أونوراتو وروبرتو المسؤول عن المونتاج. والآن أعطي الكلمة لأحمد ماهر، فأنا أود أن أعرف كيف بدأ المشروع، ونحن نرى الآن أن العمل قد انتهى به على أكمل وجه. هذا المشروع بدأ منذ نحو 9 سنوات، بدأت العمل به منذ 3 سنوات فقط، فأنا أدرك مدى صعوبة عمل هذا الفيلم، لأني كنت أفكر كثيرا في الممثلين، فهم دائما يريدون معرفة ما أريده منهم بالضبط وكيف سيكون الأداء، وكنت أتمنى في حسب أن أتمكن من أقوم بصناعة هذا الفيلم بمساعدة أصدقاء لي، هؤلاء الأصدقاء الذين يساعدونني دائما في المضي قدما في مشواري في كلتا الدولتين مصر وإيطاليا، بالإضافة بالطبع للمساعدة التي أتلقاها دائما من جانب النقاد. هناك سؤال لمخرج الفيلم، هناك مشهد في الفيلم بالتأكيد تريد من خلاله أن توضح شيئا عن بلادك، ما هو الذي تريد توضيحه بالضبط؟ أشكرك على هذا السؤال، فأنا كنت أتوقعه، كنت أعرف أن الجميع يسألني عن هذه التواريخ 3 بالتحديد، وفكرت فيما سأقوله اليوم، كنت أريد التركيز على هذه التواريخ الهامة، فهناك أحداث هامة حدثت للشخصيات في الفيلم في هذه التواريخ بالتحديد، هذه التواريخ لا تهم أي شخص غير شخصيات الفيلم وأنا بالطبع، فهذه التواريخ هامة بالفعل، فهي لحظات تاريخية لا يمكن تجاهلها حينما نتعرض لفيلم المسافر.